ما وقع بالأمس يرتبط بمزاجية الفنان، يرتبط بسلوك الفنان، وهو سلوك خارج عن إرادتنا وخارج عن رغبتنا. وأنا كنكررها للمرة المليون، راه الإدارة المهرجان ما يمكنش ما تحترمش الصحافي، وهي جايبة تحت الطلب وموفرة له جميع الشروط الفنية واللوجستيكية باش أنه يشتغل. دونك راه شي حاجة ماشي هي هذيك، ما يمكنش. كان اعتذروا كما قلت المرة المليون، ولا داعي باش ندخلوا بالتفاصيل. الإخوان معنا، يكفي الابتسامة شهر جد في الصباح، هذا دليل على أن الحمد لله الأمس أمس واليوم اليوم. الإخوان في شوف تي في على رأسنا وعينينا، والحمد لله اتصلنا بالمسؤول على الموقع والامور كيف ما كنقولوا زازلوس، يعني ما كاين حتى شي حاجه، وكنشكرهم كذلك. ماشي جو ديال النقاش، ماشي جو احنا كنتفاهموا، انا حتى انا منهم تفهمت ذكرات وكنتفهمكم بحكم يعني معرفتي الشخصيه بهاد الفنانين والفانتازم ديالهم، ويعني وحوايج اخرى يعني الحاله النفسيه ديالهم وكل شيء. ما علينا، انا مراسله ديال قناه الغد العربي، جيت وخليت كذا مهرجان نتوما عارفين في نفس التوقيت لاسباب تعريف المنطقه بافران الخارج القناه ديالي اللي هي كديفيوز عالميا. ما علينا، دابا حنا الله يخليكم، الا كنا حنا باش نجيو من الرباط، غير باش نشرح لكم، حنا باش نجيو من الرباط لهنايا لافران، عندنا تكلفه ماليه بالدولار ما قدروها كتدفعها الشركه البروفايدر، كتخلصها القناه للشركه البروفايدر. ما علينا، الا كنا غنجيو وغنضيعوا وقتنا، ست شيرين غتقول لينا لا وانا ما نعساش، ولا انا هادي ولا انا هادي، نعرفوا باش حنا عندنا التزامات. كاين انحراف ديال الحسيمه في الرباط، كاين بزاف ديال يعني الاشياء اخرى اللي ممكن حتى هي مفيده للناس باش تعرفها وباش تهدي وش هذا. ولكن مع الاسف بغيت نبلغكم بانه كان استياء كبير، لا في الدوره الاولى ولا في الدوره الثانيه، من طرف الساكنه اللي كيهمها الامر ديال افران وبالاقليم افران خاصه بصفه عامه، والتمسوا من دابا فاش كنجيو حنا ولينا كنحشموا نكتبوا على المهرجان على اللي كنسمعوا فيه هذا الشيء اللي كيوقع، بان كاين واحد من بعد نقولها دابا باختصار. ساكنه ديال افران اللي كنتلاقاهم انا واللي كنمثلهم واللي كنعرفوني كيقول لكم ها العار اصحاب جمعيه فاس، سيروا بحالكم خليونا بافران، سيروا قابلوا فاس ديالكم، خليوا المؤهلات وخليوا الاطر ديال افران تقابل افران، كيقول لكم ها العار سيروا بحالكم. ما عرفتش اش صلتكم على هذه المدينه هذه وهذا الاقليم هذا، ما عطيتوناش الحساب المالي عام الاول، هذا العام ما عرفناش شكون اللي جاي، شكون اللي نازل في هذا الضيق، شكون اللي مستافد، شكون اللي مهدي الى اخره، والسيد كيقول لك بانه دافع الضرائب ما كيساهموش، الوغ مجلس البلدي مساهم، الجهه مساهمه. دابا انا كنعاودكم بالطريقه الاطلسيه، ها العار الى ما سيروا بحالكم ما عندكم توليو في الدوره الثالثه. وعاد ما كنجيش نجاوبك دابا، إلا قلت لك شي حاجة ما كاينة. لا بيان سور كيبقى على حساب هو. يمكن عاوتاني متصل. ترى كيف الكونفونسيون. واخا الأستاذ راه حضرنا شوف أستاذ عافاك حميد العقاوي مندوب ديال الاتحاد العالمي للصحافة، ربما حضرت عافاك أستاذ. أستاذ ولكن عافاك في لا كونفونسيون اللي كدير أنت وياه ربع ساعة للصحافة. الله يخليك وشفتيه. دابا هو عافاك اسمح لي قبل ما نقول لك، دابا أنتم كتعاملوا مع الفنان كأنه جاي يدير واحد العمل خيري. فيما حيت نجيو لي فاكتور راه جاي من الدم ديال الشعب. الله يخليك. لا واش الراجل بلي واش انتم عافاك اوسر، خليني نهضر مع اوسر. تهضر مع السي وزاني اذا حضر المعروف في عاد تيمو فليتحمل المسؤوليه ديالو شي يقول. انني نجاوبك والدور ديالي انني نقطعك ونصحح لك. شنو قلنا حتى نكمل؟ ما كاينش درهم وحده خارجه من المال ديال دافعي الضرائب. لا من المال ديال الشريف الله يعطيك السر. انا هنا شوف اتكلم باسم خمسه المواقع اللي عندها الترخيص ديال الوزاره ديال